سي جبيل، رغم يعني الانتقادات والمؤاخذات على مقاطعة مولاي رشيد، ولكن ما قدرش هذه المقاطعة مولاي رشيد تدخل في تنافس قوي مع مجموعة من المقاطعة البيضاوية، يعني ظل الواقع تاع مولاي رشيد هو نفسه، علاش تقريبا؟ لا هو ماشي نفسه، بالعكس هو كانت إكراهات كثيرة اللي حاولنا ما أمكن أن نتغلبوا عليها. انطلاقة غتكون إن شاء الله في 23، هذا هو الانطلاقة الحقيقية ديال مولاي رشيد اللي معروفة على مولاي رشيد. يعني انتم تتوعدون من السكان مولاي رشيد بان تكونوا انطلاقه قويه لهذه المقاطعه في سنه 2023؟ 2023 غيشوفوا الجماعه الحضاريه ديال مولاي رشيد ديال التسعينات اللي كانت، ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا الان كانت هذه سنه فيها كما كنقولوا جس نابض، فيها بزاف ديال الحوايج، كانت اكراهات قانونيه، اكراهات اداريه، اكراهات عقليه عند بعض الموظفين اللي كانت قديمه ماشي هي جديده، باقيين ما تاقموش معاها. اذا دابا بداوا الاخوان دابا كيتادابطوا لهاد العقليه الجديده ديال السير الجديد ديال هذا، وغادي دابا صفينا الميزانيه الحمد لله، دابا ولات طابلو دو بور كلير، وغادي دابا في هذا الاطار هذا كلشي بغات تبدا الملامح ديال الاشغال ديال مولاي رشيد غتبدا في اواخر هذه السنه. ولكن حنا كنقولوا الانطلاقه الحقيقيه ديال مولاي رشيد في 23 ان شاء الله. راه المشكل كاين عندنا حنا، هذا عايشنا هذه الفتره هذه من التسعينات، وحنا كان هنا سميتو ما كاينش شي العام اللي كتقول هذا العام غادي تحسن الوضعيه وغادي يعني تحقق واحد الانجازات ديال الساكنه، ما كاينش تطلعات، وديك الساكنه راه ما كاين حتى حاجه. دابا من كنجيو نشوفوا كنلقاو كيديروا انشطه تافهه، دابا كنلقاو جمعيات جايين خارج المنطقه هنا كيديروا الدعم وتمويل الانشطه. احنا ما فهمناش، احنا السنين دابا انا دابا جاي 30 عام وحنا كناضلوا من هذا الشيء، والحمد لله حتى راك تسامتي معنا بواحد المجموعه ديال التحقيقات الصحفيه وكل شيء على المنطقه. حنا وقت ما كنقولوا هذا الشيء راه ما كاينش وما هذا الشيء ما غاديش يزيد لقدام، وها الخلل فين كاين وفين كاين ما كاينش. هيا مؤخرا دابا التصميم تهيئه الاراضي اللي هي مخصصه باش تحل المشكل ديال سوق القريعه ديال سوق المسيره، هيا حيدوها فوتوها عاود ثاني لحاجه اخرى، والسوق هو باقي في بلاصتو ما تحلش ليه المشكل ديالو اللي هو كتحسب لي بوان وار في عندنا في العام. على ربما انا كنظن ان احنا من خلال الدورات اللي احنا هاد الدورات كلهم اللي احنا دوزناهم في داخل المقاطعه، فهي كانت كلها تلقوا فيها ملتمسات، كنلقوا فيها عراقيل، كنلقوا فيها بان باقي يعني لا الشق المالي ولا باقي ما مقادش. يعني هذا هو اللي خلاني انا ما نقدرش نعطيك المعطى كامل، يعني اللي غادي نقول لك هو انه من خلال يعني عاوتاني نعاود لك مره اخرى، من خلال الدورات التي كلها اللي دوزناها فهي كلها يعني تصب في شق واحد، هو الارتقاء بمنطقه مولاي رشيد وبمقاطعه مولاي رشيد.